الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى الرئيس لولا دا سيلفا بمناسبة انتخابه رئيسا للبرازيل، متمنيا له التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب البرازيلي الصديق. كما أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه للعمل المشترك مع الرئيس دا سيلفا لتعميق علاقات الصداقة التي تجمع مصر والبرازيل في مختلف المجالات. ودعا الرئيس السيسي نظيره البرازيلي للمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ، معربا عن ثقته في أن البرازيل قادرة على القيام بدور إيجابي بناء خلال هذه القمة المرتقبة لتعزيز عمل المناخ على الصعيد الدولي. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز معلومات الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة. وفي كلمته على هامش افتتاح مركز التحكم الرئيسي للشبكة والقمر الاصطناعي طيبة واحد، قال الرئيس السيسي إن تأمين البيانات عملية معقدة، مشيرا إلى أن حجم هذا التأمين تصل نسبته بعد إنشاء هذه الشبكة إلى 100%. وقال الرئيس السيسي إنه سيتم إنشاء مراكز فرعية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة في كل محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة كانت بمثابة حلم تحقق للمساهمة في تأمين البيانات والاتصالات. تنطلق بالجزائر اليوم القمة العربية 31 والتي تستمر لمدة يومين. وعشية انطلاق القمة عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا مغلقا لمناقشة وثيقة إعلان الجزائر قبل رفعها إلى القادة. ويتضمن مشروع إعلان الجزائر كافة القضايا والمسائل التي تم طرحها خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة، فضلا عن التوافقات التي تمت حول مجمل القضايا سواء في الشق السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وكذلك الملفات المطروحة والتي تم مناقشتها واتخاذ بشأنها مشاريع وقرارات. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لم تنسحب من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر مواني البحر الأسود، لكنها تعلق مشاركتها فيه. ودعا بوتين أوكرانيا إلى ضمان سلامة السفن التي تمر عبر أو تعبر عبر ممر تصدير الحبوب، متهما كييف بأنها تشكل تهديدا بعد هجوم استهدف الأسطول الروسي في القرم. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يأمل في تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان. تصريحات بوتين جاءت بعد استقبال نظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، وذلك لإجراء محادثات قمة ثلاثية في سوتشي، وذلك بسبب مواجهات مسلحة بين البلدين أوقعت 286 قتيلا. وأكد بوتين في ختام القمة الثلاثية أن الاجتماع أوجد مناخا ملائما لاتفاقات مستقبلية محتملة وتسوية نهائية وشاملة لإنهاء الصراع في ناغرو كارباخ. حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار سريع لوباء الكوليرا في لبنان. وقالت المنظمة في بيان لها إن الوضع في لبنان هش، وهناك أزمات تتضاعف أثرها بسبب التدهور السياسي والاقتصادي المستمر منذ مدة طويلة. وأكدت المنظمة أنها تبذل جهودا إضافية لتوفير مزيد من الجرعات نظرا للانتشار السريع للوباء. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفصل.